مساء الخير على كل مشاهدينا مشاهدي قناة الصحة والجمال، وأهلا بحضراتكم حلقة جديدة من برنامج كونسولتو مع الأستاذ الدكتور محمد سعد حامد. برنامج كونسولتو برنامج طبي أسبوعي متخصص في أمراض الغدد الصماء والسكر. كل حلقة بنختار معلومة صعبة عميقة وبنحاول نقدمها لحضراتكم بشكل سهل وبسيط تحت رعاية قناة الصحة والجمال والتعاون مع الأستاذ الدكتور محمد سعد حامد أستاذ الغدد الصماء والسكر بطب عين شمس. بنقدم لحضراتكم استشارة طبية مجانية وعلاج مباشر على الهواء من خلال تواصلكم على الأرقام الظاهرة على الشاشة. حلقتنا النهاردة هتكون عن غيبوبة السكر. غيبوبة السكر إيه سببها؟ هل هي خطرة أو لأ؟ إزاي نعالجها؟ الإسعافات الأولية اللي نعملها بسرعة مع المريض في هذه الحالة. مساء الخير يا دكتور محمد. مساء النور. اهلا بحضرتك. طب انت خلصت كل حاجه، بعدين هنعمل ايه؟ احنا عندنا عنوان حلو قوي النهارده ومهم. طبعا، لان غيبوبه السكر اللي هي يعني فقد الوعي اللي بيحصل لمريض السكر. نعم. وانا عاوزين نتكلم الاول، يمكن الشائع قوي اللي هو نقص معدلات السكر في الدم، يعني ان بيكون العيان جاله نقص سكر. طبعا نقص سكر ممكن يجي المرضى ما عندهمش سكر اساسا. نعم. سواء في مشاكل بتبقى في الكبد، مشاكل في الكلى، مشاكل في يعني بعض الاورام، او ان يكون في افراز انسولين داخلي من البنكرياس زياده بقى عكس السكر. السكر عاده بعض الانواع يعني بيكون في نقص انسولين. هنا يبقى في زياده انسولين، فزياده الانسولين تخفض معدل السكر. واحنا زي ما اتكلمنا قبل كده مفيش هرمون الا هرمون واحد اللي بيخفض السكر في الدم، بينما في 5 هرمونات بيزودوا السكر في الدم. يعني عيني الهرمون الوحيد الغلبان اليتيم اللي هو الانسولين اللي هو 5 ضراير ضده اللي هم الكورتيزون والادرينالين او الكاتكولامينز يعني وهرمون النمو وهرمون الجلوكاجون ويمكن يكون هرمون الغده الدرقيه واحيانا بنحط كمان يعني هرمون اللبن. دول كلهم ضد المسكين الغلبان الصديان العدمان الانسولين. لا حول. طب يا دكتور، هو الصيام بيعمل نقص سكر في الجسم؟ هل ده يعني معناه ان حصل زياده في الانسولين في الجسم ادت الى كده؟ كلام جميل، عشان احنا بقى داخلين على رمضان. انت هتخلينا نتكلم بقى على في نوعين من انخفاض الانسولين في الجسم. انخفاض السكر. انخفاض السكر في الجسم. نعم. في الانخفاض يعني لو هو الانخفاض ده ملوش علاقة بالسكر بنقسمه لنوعين. انسان طبيعي. طبيعي. غير مريض. في السكر الصايم بتاعه، يعني يحصل انخفاضات سكر في الدم وهو صايم. وده اللي بيحصل في رمضان. وفي اللي هو بيحصل ما بعد الأكل، وده بنسميه رياكتيف أو تفاعلي. بعد الأكل. يعني في واحد ياكل سكره يوطى. والحلويات مخصوص. بالظبط كده. ليه بقى؟ طب كملي. لأنها بتزود الأنسولين. بالظبط برضه. زودت السكر. صح. طب كل الناس، طب مش معنى ناس بيبقى عندهم، على فكره ينفع كده. ان انا اسال وانت تجاوب وتغلط ويصلح. ما انا عايزه للناس كلها. طيب طب مش معنى في ناس معينين ياكلوا الحلويات من خفت السكر وناس ياكلوها وينخفض السكر؟ طيب لو اللي اكلوها وعندهم اصلا زياده في الانسولين في جسمهم؟ والله ينفع، ولا سيما لو كانوا ممكن بعد فتره هيبقى عندهم سكر. يعني ممكن انخفاضات السكر في البداية تبش يعني تنبئ ان بعد 2 أو 2 سنين يبقى عندهم سكر. لان الخلايا هنا بتكون مستنفرة مستعدة جاهزة. لا، هي لما بتكون داخلة على تدي تبقى عندها سكر هي بتتعامل باكثر من طاقتها. فاي ان احنا عارفين ان الانسولين اللي بيطلعه هو معدلات سكر في الدم. اما السكر يخش في الدم الجلوكوز يقوم يطلع انسولين كتير. فهنا هي بتكون لسه يعني حاسه ان هي صحوه الموت ما ارى. يعني هي تصحى فجاه تطلع انسولين كتير. فالعيان يشتكي من نقص سكر ويفتكر انه فرحان. بعد شويه هيجي له سكر. لو عندك حد احنا معانا. طيب معانا احلام. اهلا وسهلا. اتفضلي. اهلا يا فندم. اهلا. السلام عليكم. منين حضرتك؟ عليكم السلام ورحمه الله. ممكن اتصل بالدكتور؟ ايوه يا فندم. سؤال حضرتك ايه؟ سؤال حضرتي ان انا يعني وزني 120 كيلو.
ايوه وعندي قرحه في المعده وحاسه اني دايخه ومش قادره اقوم وتعبانه خالص. عندها ايه؟ عندك سكر طيب يا احلام؟ جاني سكر ومشي ووزني 120 كيلو وحاسه ان صدري مليان ميه وظهري مليان ميه مش قادره اتنفس منه. سنها كام سنه؟ العمر قد ايه؟ نعم يا فندم؟ عمرك قد ايه؟ العمر؟ عمري 58 سنه. وزنك 120 كيلو؟ اه 120 كيلو. وبتشتكي من ايه سيادتك قلتي؟ بشتكي يا فندم عندي قرحه في المعده وتقفل المريء وصدري وظهري مليانين ميه مش قادره اتنفس منهم وحاسه على الميه بزوري كده بتخنقني وانا نايمه. طيب حاضر اتفضلي اقفلي وانا هجاوب سيادتك. شكرا يا احلام. اسمعي الدكتور هو فعلا لو كان في ضيق في المريء زي ما هي بتقول لازم يتوسع. وان يتوسع ده بيتوسع عن طريق المنظار. ميكانيكا يعني بندخل حاجات كده توسع زي ما بنوسع اي حاجه في الدنيا. ده اللي عمل لها القرحه يعني؟ لا هي القرحه ممكن تكون عملت ضيق في المريء نتيجه لان الحمض عالي فبيطلع على المريء من المعده يقوم ياكل جدار المريء لان المريء مش الجدار بتاعه مش مهيئ انه يتقبل الحمض غير المعده. يعني المعده الحمض فيها حاجه اسمها بي اتش او درجه الحموضه عاليه جدا 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 يعني بدليل لما الواحد يتقيأ بالتاكيد معظم الناس يعني اللي هم كده حصل لهم كئ مره ولا حاجتين في حياتهم يلاقي المراره الرهيبه بتاعه حمض الهيدروكلوريك اللي طالع من المعده فده ما بيوصل المريء بيعمل له مش مره واحده طبعا فيعمل له تقرحات وبعد كده يحصل ضيق فلازم يتعالج. حكايه الماء اللي في ظهرها والحاجات دي والدوخه بيجيها دوخه ما هو لازم احنا هنا لازم يبقى نشوف يعني اول وزن كبير 120 كيلو المفروض بنشوف بعض حاجات يعني نشوف الضغط وتحلل سكر تاني بالطريقه اللي احنا قلناها في الحلقه اللي فاتت اللي تطلع من على اليوتيوب طريقه التحليل السكر لان بيحللوا غلط. أيوة. يعني كل الناس يخشوا على اليوتيوب الحلقه اللي فاتت اللي قبلها تقريبا اللي قبلها كان في فقره 2 دقيقه والقناه هنا مشكوره خصصتها لتحليل السكر في البيت لا يتكلف اكتر من 5 جنيه. نعم. وبياخد ساعتين فقط جوه المنزل وهو جوه بيته لا هيروح ولا هيجي فيتحلل السكر كده بالطريقه المظبوطه وتشوف للضغط ايه لان الدوخه وامتلاء الجسم بالميه ده لوضع تاني. طيب احنا معانا ساره. ساره من القاهره. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا يا ساره ازيك؟ دكتور وانا عندي 27 سنه اتفضلي ايدي بحس بيها التنميل في ايدي تنميل في ايدك 27 سنه الوزن قد ايه؟ مش عارف اعمل ايه يا دكتور وانا اهلي كلهم عندهم سكر وانا عايز اعرف اعمل ايه عشان اعرف عندي سكر ولا لا. طيب انت سنك 27 متجوزه ولا انسه؟ لا متجوزه. وزنك كم كيلو؟ متجوزه وكمان مخلفه يا دكتور. وزنك الوزن قد ايه؟ الوزن قد ايه يا ساره؟ وزنك الخط قطع. طيب هي عايزه تطمن العيله كلها عندها سكر وهي عندها تنميل وخايفه يكون عندها سكر. هي لها حق بس هو الوزن كان مهم جدا يعني في الفتره دي عشان نقول لها هي عموما لو وزنها كان بينقص الفترات يعني حديثا حتى لو كان الرجيم بتعمله بتلاقي انه بيجيب نتيجه معاها بسرعه الخسسان اسرع من الناس العاديين يبقى تفكر ان ممكن يبقى عندها قابليه للسكر او سكر. التحليل برضه انا قلت تخشوا على اليوتيوب يكتبوا دكتور محمد سعد حامد حتى يكتبوا قناه الصحه والجمال حابين يكتبوا ما يكتبوهاش تحليل احنا كنا عاملينها بعنوان ارتفاع وانخفاض السكر ايهما اخطر الحلقه لكن هي مش انا عاوز اديله هتسمع ساعه كامله ولا الابدا انها تسمع ثلاث دقائق ده بالظبط الحلقه التشخيص دقيقتين ونص خلاص شوفي يا ساره على اليوتيوب ان شاء الله ان شاء الله. معانا من اسيوط مين؟ سلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. لو سمحتي الصوت مش واضح. ايوه حضرتك اتفضل علي صوتك. ايوه عندي ارتجاع في المريء. ايوه ادي لي فتره حضرتك. ارتجاع في المريء من امتى؟ ادي لي اكتر من 3 سنين وكشفت كذا مره. 3 سنين وكشفت كذا مره. ايوه وده ده يعني كل مره يقولوا ده ارتجاع ياخد العلاج زي ما ارتجاع ايه؟ طب انت عندك سكر او حاجه؟ نعم عندك سكر؟ لا حضرتك مفيش سكر. في ادويه بتاخدها؟ في علاجات بتاخدها؟ لا حضرتك ارتجاع. طب اي في ادويه ريحتك للارتجاع ده والالم؟ لا ولا اي حاجه.
ما خدتش يعني بكتبها دايما، يعني الاكل ما بيتهضمش خالص. يعني ايه ما بيتهضمش خالص؟ يعني مفيش دجايج وارجع الاكل، مفيش دجايج والاكل يرجع زي ما هو. يعني الاكل مثلا حضرتك اما بتاكله هو اسمه ايه؟ نعم زياد. يا زياد انت سنك كم؟ جهان. يا جهان سنك كم سنة؟ 36. وزنك كم كيلو يا جهان؟ 84 كيلو. متجوزة؟ ايوه. طيب يعني انت حضرتك في الام في المريء والكلام ده ما خدتش علاج خالص في حياتك؟ لا اخدت قبل كده برشام بس مش عارف. كان بيريحك ولا كان ما بيريحكيش؟ لا عادي اخده والتجمع وموجود بس. طيب حاضر اتفضلي اقفلي وانا هجاوب سيادتك. طب شكرا يا جيهان. اسمعي الدكتور بقى. اي يعني احنا ممكن طبعا يكون زياده حموضه على المعده، وده ساعات بيعمل تقلص في المريء نتيجه لارتجاع الحمض داخل المريء، فاحنا هنحاول ندي حاجات فيها. ممكن تاخد دواء رخيص كده اسمه نفس الحاله الاولى بتاعت احلام. بس دي غير دي، بتقول لك في ضيق يعني البلع في مشكله ممكن ولا حاجه. طب هنطلع عليك تاخد هنا بريمبران 10 مللي جرام حبايه مثلا قبل العشاء دي تساعدها، وممكن تاخد كمان معانا حاجه اسمها هيستاك 300 مللي جرام، تاخد حبايه الصبح حبايه بالليل لمده اسبوع، وبعد كده حبايه قبل العشاء برضو الاثنين دول وتنام. المفروض ان هي كمان تلبس هدوم خفيفه ما تيجي تنام، ما تلبسش حاجه يعني ضغط على بطنها، واخر وجبه يستحسن العشاء تكون وجبه خفيفه وقبل النوم بفتره طويله. يعني تنام والمعده شبه خاويه يكون افضل ان شاء الله. تمام. سمعت يا جيهان من على اليوتيوب بقى ان شاء الله تراجع العلاج تاني. معانا امل. امل من الجيزه. السلام عليكم. السلام عليكم يا امل. الو. السلام عليكم. اهلا وسهلا. عليكم السلام. اتفضلي يا امل. ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا حبيبتي. ازاي؟ ممكن اكلم الدكتور؟ معاك الدكتور محمد اتفضلي. لو سمحتي يا دكتور ازي حضرتك الاول؟ اهلا بيك يا وسهلا. اتفضلي معاكي. كنت عايزه اسال حضرتك، انا بقوم من النوم او في اثناء النوم نفسه اقوم من احس ان انا ايديا منمله جامد جدا. واكتر الاوقات حتى لو النهار او انا قاعده ايديا كلها بتنمل، بقدرش ما بقدرش ممكن تفك مثلا بعد 10 دقائق. ده وانت اول ما ممكن يكون سبب من سكر او حاجه؟ لا تاني بس انا عاوز استوضح بعد النقاط منك يا امل. سنك كام سنه؟ نعم. العمر قد ايه يا امل؟ العمر عندك كام سنه؟ 27. وزنك كام كيلو؟ 84. متجوزه؟ متجوزه. عندك اولاد؟ عندي ولدين. طب جميل. يعني انت حضرتك كل يوم تقومي من النوم تلاقي ايديك منمله؟ يعني اوقات كتير جدا بقوم الاقي جسمي كله، جسمي اطراف ايديا واطراف رجليا منملين. لا تنميل يعني بيقومك من النوم ولا بتقومي كده تلاقيه موجود؟ لا بيقومني من النوم. العيله يعني في عندك اي ضغوط عصبيه او حاجه جديده؟ لا. طب دي بقى لها قد ايه حكايه التنميل ده؟ ممكن داخل في الشهر. طب اقفلي وانا هقول لحضرتك العيله. ماشي شكرا يا امل. يعني معانا احنا برضه فاطمه عشان ما نتاخرش عليها. طيب حاضر. اعمل اقفل. فاطمه من الفيوم. سلام عليكم. عليكم السلام. اهلا يا فاطمه ازيك؟ ازي حضرتك؟ اهلا بيك اتفضلي. ممكن اكلم الدكتور؟ اي يا فندم معاك الدكتور محمد. سؤالك ايه؟ انا بشكر الدكتور محمد جدا 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 مليون الف مره، لان نور لي وشي، ينور وشه كده دنيا واخره. الله يبارك فيكي. انا كتب لي قال لي على كريم للسمار اللي كان في وشي. الحمد لله الحمد لله. اهلا بيك اتفضلي. اهلا وسهلا. بط التلفزيون. المهم المره دي بقى حاجه جديده. اتفضل. انا كان عندي تكيس مبيض، انا مريضه السكر والضغط والقلب، وكان عندي تكيس مبيض، انا ارمله 57 سنه. ربنا يديك الصحه. الله يخليك. فالمهم التكيس المبيض الدكتور رحت له اخر مره، الدار انقطعت دلوقتي بقى لها 7 سنين. انا مشكلتي بقى ان عندي شعر في المكان الدقن كده واللثه بتاعت الحجاب خمر داير ما يدور، في شعر مقرفني وبيقولوا لي روحي اعمليه بالليزر، وانا مش عايزه ادخل نفسي في ليزر وبتاع، انا ست كبيره. فالمهم لو الدكتور بس في برشام يقلل الشعر ده، لان شعر راسي برضو وقع خالص، اما المناطق اللي هي غير مرغوب فيها الشعر غزيف فيها.
حاضر. بس انا عايزه بقى المشكله دي بس الدكتور يحلها لي، لان انا دختي هنا مش عايزه اقول اي حاجه في حق دكاتره بلدي هنا قريه محافظتي علشان ما يزعلوش. فالمهم ايه، انا دختي كتير قوي قوي على البعض اللي في وشي مع الجهاز البروفيسور محمد سعد حامد اللي بشكره على مستوى العالم كله. ربنا يبارك. الله يبارك فيك يا فاطمه. طيب الوزن بس عاوز اعرف وزن سيادتك كام ابو فلس؟ وزني ما انت عارف، انا قايله لك المره اللي فاتت ان ايديا خاسه، وشي خاسس وايديا خاسس، وغيرت للانسولين الحمد لله الانسولين الظبط. طيب الحمد لله. طب جميل. أيوة. ما شاء الله. وجسمي لسه يا دوب ما فيش تحسن قوي يعني، لسه جاي في الطريق التحسن ما تقلقيش. بس انا عايزه منك بقى برشام وحاجه بس تخف وحاجه لسقوط الشعر. انا الاثنين. حاضر. مع الف سلامه. حاضر يا فاطمه. شكرا ليكي، شكرا لكلامك الجميل والله. طب امل وفاطمه دلوقتي. طيب كويس انك فاكره. امل عندها ترميل وفاطمه بقى. ايوه ادام بتحط اثنين تفكريني بالعمليه. خلينا مع فاطمة أمل. أمل نقول نخلينا في الحاجة البسيطة، ولا سامة التنميل بقاله شهر واحد وهي سنها 28 سنة ولا 27 سنة. فممكن ناخد أدوية بسيطة جدا ممكن تريح لنا ده. فهناخد مثلا كتافلام 50 ميلي جرام حباية بعد الغداء كل يوم لمدة أسبوع فقط، وناخد بي 12 اللي هو مثلا بي 12 اكس حقنة يوم بعد يوم لمدة أسبوع. راح التنميل كان بيع، ما راحش اتكلمنا. خلينا كده نشتغل على طول في البيع والشراء يعني. صح. ما نكلفهاش. ولو كده بقى لو فضل يبقى محتاجه تعمل ايه؟ تتاكد على الدكتور. هتكلمنا بقى نشوف احنا ان شاء الله. ان شاء الله الحلقه الجايه. بس ان شاء الله 90% هتخف. طيب تمام. فاطمه بقى دي بقى. لا ده بتحب حضرتك جدا يعني ما شاء الله. طب الست فاطمه هو الاعراض اللي موجوده تقريبا هي مشخصه نفسها قوي يعني. عندها حاجه اسمها ممانعه الانسولين. وممانعة الانسولين ده بيبقى مع تكيس المبيض، وده اللي خلى فيه سكر وتكيس مبايض والكلام ده، وهو برضو مسؤول على انه بيزود الهرمونات الذكورة سنة عن هرمونات الهنوسه. ايوه. فده اللي خلى الشعر بتاع فروه الراس الطبيعي يقع شوية، ويطلع شعر في اماكن غير مرغوب فيها زي منطقه الشارب او منطقه الذقن او على شكل الخمار حوالين الخمار. هي مش عايزه تروح الليزر، بس احنا للاسف يمكن هكلمها لغه هتفهمها كويس قوي. أيوة. ان الشعره اللي بتطلع في اماكن غير طبيعيه زي الزرعه اللي بتطلع غير في اماكن غير طبيعيه. كان في زمان ايام القطوره القطر، ما هو موجود القطر بالتاكيد، بيطلع بيطلع اللي هو النجيله اللي بيسموها حشائش كده غريبه غير مرغوب فيها، كل شويه يحرقوها تطلع تاني. يبقى الارض غنيه مع ان هي ما فيش ميه بتجيلها ولا في حاجه، ده بيبقى زلط وطالع جوه الزلط بتاع مش عارف بيسموها الحلفه او حاجه من هذا القبيل. فالشعره زيها. أيوه. يعني هي بتنمو لان الجذر بتاعها ما بيموتش بسهوله. حتى لو شالته لازم احنا ندي علاج، فمعلش عشان خاطري تروح هي تشيل الشعره ده باي وسيله. يعني هو الليزر ده مش تجميل، ما انا لسه فاهم، هو علاجي مهم. لسه والله ما خلصتش. يا اما ليزر يا اما تشيله بالملقاط يا اما تشيله بالحلاوه تشيله باي حاجه، المهم الشعر ده يتشال. ليه؟ لان انا مش حد علاج يوقع الشعر ده، انا حد علاج يمنع ظهوره. شعر جديد. وربما يظهر مره او مرتين اثناء العلاج. لان انا بعالج جذر الشعره. ايوه اللي تحت المستخبي. انا ماليش دعوه بالشعر اللي فوق دي. فالجذر ده انا بعالجه. طب هي ثابته هشيلها ازاي انا؟ لازم اقصها. وبعدين انا الجذر اموته، انا هموته بالدواء. فهناخد دواء رخيص ان شاء الله اسمه الدكتون او اي بديل ليه. ده في منه 25 ملي جرام وفي 100 ملي جرام. ناخد 100 ملي جرام حبايه ان شاء الله قبل الغداء كل يوم، وتكمل عليه مش هيبقى فيه مشاكل. انا بنقل حاجه اللي يعني كده. هي بما عندها سكر حتى لو ما بتاخدش جلوكوفاج تاخد جلوكوفاج. تمام. لو ما بتاخدوش. بس هنا هندي جرعه كبيره، هندي 1000 ملي جرام ثلاث مرات في اليوم. يعني هي لو كانت بتاخد انا عارف هيدوها اقصى حاجه حبتين. احنا هناخد ثلاثه. أيوه. يبقى ثلاثه قبل الاكل ثلاث يعني حبايه 1000 ملي جرام اللي هو 1 جرام يعني. أيوه. قبل الغداء قبل العشاء قبل الفطار. الثلاثه. نكمل على دول شويه كده، بس هناخد ثلاث شهور اربع شهور بعد ما نشيل ان شاء الله تكون كويس. لا هي اكيد هتلتزم انها مجربه بقى الايه. طيب معانا شيماء من الفيوم. اهلا يا شيماء. السلام عليكم. بلاش التلفزيون. الو.
اقفلي التلفزيون يا شيماء وكلمينا من التليفون. ألو. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا بيك، ازيك؟ الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انا معاكي حنان من البحيره مش شيماء. حنان من البحيره مش طب شيماء. معلش يا شيماء شكلها قفلت، اتفضلي يا حنان. اهلا وسهلا. سمحت ممكن اتواصل مع الدكتور محمد؟ اه يا فندم معاكي، اتفضلي حنان اتفضلي. السلام عليكم يا دكتور. سلام ورحمه الله وبركاته. ايه يا دكتور محمد، ازاي حضرتك؟ مع سيادتك، اهلا بيك، اهلا وسهلا. الو مع حضرتك. سامعك يا دكتور محمد، ازاي حضرتك؟ الحمد لله كويس قوي. لو سمحت يا دكتور بعد اذن حضرتك، انا عندي بنتي عندها 14 سنه. نعم. انا عندي بنتي عندها 14 سنه. اتفضلي. تمام احنا سامعينك يا حنان، اتفضلي. فهي كانت مولوده بحاجه اسمها ميجالو فايروس، وجالها بعد الميجالو فايروس الغدد الانفويه. اه سايتو ميجالو فايروس. ايوه ماشي. وبعد الغدد الانفويه سابت اثر على الرئه، عامل التليف على الرئه الجزء السفلي في اليمين والشمال. نعم. طب اتفضلي. فحضرتك انا دلوقتي البنت بتشتكي دايما بكهرباء في رجليها، وكهرباء في ادراعاتها وفي ظهرها، والم في الدماغ جامد، وفي النازل، ومفيش اكل نهائي، الاكل ده بصعوبه. وانا عملت بدل العينه اتنين، واحده طلعت عينه من البلعوم خطأ فيها وهم بياخدوها. اه اتفضلي بس. وصيت والثانيه خدت عينه من تحت بطها، طلعت حاجه اسمها ري اكتف، لمفادنوبس. وقالت هي تاخد علاج وقائي، وديتها 57 ما قبلوهاش. لا ما هو ري اكتف ده مش اورام. واخد بالك ري اكتف ده البنت ديت في النازل، والكهرباء بتزيد في جسمها. يعني كهرباء بمعنى ايه؟ ايه اللي بتشعر بيه حضرتك؟ فانا مش عارفه اعمل ايه، ولا اروح فين، ولا اوصل ليه. طيب اتفضلي. كهرباء تنميل في ايديها ورجليها وظهرها لحد نص دماغها من فوق. حاضر. طيب اوكي، الف سلامه. حاضر، الف سلامه. طبعا الحاله. طب احنا معانا شيماء لسه موجوده. طيب خلاص دخلنا. شيماء من الفيوم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا شيماء، ازيك؟ الله يخليك يا فندم. لو سمحت ممكن اكلم الدكتور؟ اه اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، انا جوزي كل ما بياكل اي حاجه حلوه على طول بعدها على طول بيدوخ بسرعه. احنا قلنا كده في اول الحلقه. انت كنت متابعانا من اول الحلقه ولا لسه فاتحه دلوقتي؟ لا لسه فاتحه من شويه. اصل احنا المقدمه كانت على جوزي. طيب يعني هو اما بياكل اي حاجه بيحصل له دوخه وخمول شديد. ودماغه بتصدع على طول بعدها، يعني ما فيش نص ساعه ولا ايه، دماغه مصدعه. طيب وزنه كم كيلو؟ وزنه 92. سنه كم سنه؟ سنه 40. طيب كل انواع الاكل ولا انواع وأكل ولا اكلات معينه؟ حلويات. لا الاكلات المحليه يعني الحلويات. حلويات او ليدنج عنصر. الحلويات حتى لو شربت كوبايه عصير برضه الحلوه. انا لا هي مش فاهمه انا، هي بتتكلم بسجيتها. احنا في الطب بنعرف ازاي نحط السؤال ونسمع الاجابه ونحور السؤال عشان ما يبقاش سؤال اخباري. ممكن انا اخلي العيان اديله ايحاء يقوم يجاوب غلط. هي قالت بياكل حلويات بيدوخ. برضو اطمن عليها والف عليها من ناحيه ثانيه. يعني فاكهه ولا حلويات؟ ولا دي، انا الف ثاني اقوم اقول السؤال بصيغه ثانيه. اتفضل. لازم اقول اللي بقوله عشان اعمل ايه بس؟ طيب ما انا بنوضح. يعني انا دلوقتي بحاول استوضح النقطه دي وهي في دماغي، بس بيتيقن منها. عشان اتيقن منها اقول لها جميع انواع الاكل، فهي ترجع تعيد لي الكلام اللي قالته. لان هي بتكون بتقوله بحسن نيه، فانا ممكن البطاطس بتعمل كده كمان. معانا يا شيماء؟ قولي يا شيماء. معاك يا دكتور. يعني جوز حضرتك دلوقتي جميع انواع الاكل بيعمل له كده ولا اكل معين؟ لا الحلويات بس. خلاص يبقى كده. لا مش الفكره. الحمد لله طلعت. لازم انا اتاكد ثلاث مرات لان حبنا عليها كلام كتير. تمام. قلنا وزنه كم كيلو؟ وزنه 92. 92. تخن اخر ست شهور؟ لا لا هو كده يعني بقاله سنه كان، يعني هو ممكن ينزل ل 84، بيعمل ريجيم يعني ينزل عليه. بيشتغل ماشي. شغل يدوي ولا شغل ايه؟ والله حاليا دلوقتي سواق توك توك. طيب ما شغل يدوي. حد يطول يقعد يلف في والله حاجه تفتح النفس. اوكي اقفلي وانا هجاوب سيادتك. ماشي يا شيماء، اسمعي الدكتور محمد بقى. ده ايه الحلقه بالظبط؟ بتقول لك لسه فاتحه.
ماشي يا دكتور اتفضل. طيب نبدا بالاخت الاولانيه حنان البحيره. اه كانت بتقول ايه بقى؟ اللي بنتها كانت تعبانه وبتلعب. لا دي عشان بس ما اطولش يا ست حنان. السيتوميجالو فيروس طبعا بيأثر على حاجات كتير، بس طبعا المستشفى 57 ما تاخدش الحاله لانها طلعت من كلامك رياكتيف لينفادينوباثي، دي بتبقى تضخم في الغدد الليمفاويه دون خطوره موجوده. يعني موجوده في بعض ناس كده تبقى كبيره بس لا بنتابعها او حاجه. انا شايف ان لو حضرتك بتقولي كهرباء في الجسم وتنميل والكلام ده ما مش لازم نحط بقى الحاجه القديمه في مخنا، ما تعمل رسم مخ اللي هو الاي جي الكترو انكفالوجرام، ده رسم مخ زي ما بيرسموا رسم قلب كده بيرسموا المخ، شوفوا الكهرباء بتاعت المخ شكلها ايه. ممكن تكون اعصاب يعني. وممكن يكون حاجة احنا مش واخدين بالنا منها، ما هو مش كل بقى ما نعمل، وده برضو بحذر كل الناس اللي عندهم امراض هم بيركنوا اليها، يعني مرض مزمن زي السكر زي الضغط زي الكلى زي حاجة منذ الطفولة زي ما كانت هي وهي صغيرة وعندها سيتوميجالو فيروس انفكشن وكده، فكل حاجة يحطوها على دي اللي هو ما هي ما بتقيا زي اي حد تاني، يعني ممكن يكون هناك مرض مستجد. نعم. وده بقى بيأخر التشخيص. والطبيب يحط دماغه ألف سيف إن هو ده بتاع القديم. يعني أنا عندي مريض مثلا عنده غدة درقية. أيوة. وحصل له حاجات معينة، ممكن الغدة وممكن غير الغدة، يعني ممكن في يعني السبب الغدة أو لا؟ لا يعني هو ممكن في سياق تدهور المرض يحصل له ده. والكل هيفكر في دي. وممكن حاجة جديدة هي دي بقى عشان يفتكر إن في حاجة جديدة قدامه سنة ولا سنتين. الكلام سهل. ايوه طبعا. لكن استجد حاجه جديده بقى. بالنسبه للحاله الثانيه شيماء بقى بالفيوم الحاجه الحلوه. ما انا بنسى. السكر حاجات اللي هو بياكل حلويات بيدوخ ويهبط. هو هنا ممكن يكون عنده، احنا ما كملناش في بدايه الحلقه خالص لما قلنا سالتك قلت لك ما في ناس بتاخد سكر ما بيجيلهاش هبوط في السكر والانسولين ما بيطلعش. وفي ناس بيجي لهم، ايه الفرق بينهم؟ احنا قلنا لا، ما هو انت قلت واحد ولا اتنين، ده احنا دايما في الطب بنقول 15 سبب. ما عندناش احنا نظام الكليات اللي هي مش عايز اقول عشان الناس ما تكش عليا. واخده بالك؟ فاحنا عم نقول وال 15 مش لازم اقولهم، انا بقول اهم الاسباب. هنا ساعات بيكون في حاجه اسمها ترانزيت تايم اللي هو وقت انتقال الطعام او تفريغ المعده للطعام. احنا عشان البنكرياس يطلع انسولين لازم يبدا امتصاص الطعام، والامتصاص بيتم في منطقه الامعاء الرفيعه، يعني حركه المعده بعد الاصداء. فلو المعده بسرعه راحت منزله الاكل للامتصاص هيحصل ارتفاع سكر بسرعه، فبالحاله دي بيروح البنكرياس مطلع انسولين كتير جدا. عارفه يعني عاوز اقول لا يتناسب مع مستوى السكر فينخفض السكر. أيوة. وبالتالي نقول ايه السكريات اللي بتعملوا لي بقى، لان السكريات سهله الهضم وبتعدي، لكن لما ياكل عيش برده ولا ياكل حتى الدهون ما يحصلش معاها، لان الدهون بتاخد وقت طويل على ما المعده تقدر تتخلص منها. يعني يقول لك عشان تاكلي اكله تظل في معدتك يبقى فيها دهون وبروتين. البروتين مش قوي، لكن هو الدهون نمره واحد. يعني تتاخر. السكريات تعدي بسرعه جدا، وعشان كده انا اقول لها يعني ايه، احنا نحاول نعتبر ان التشخيص ده مفيش داعي نكلفه فلوس. هو في اسباب تانية بس خلينا في ده. هو اما يجي ياكل يتجنب تماما الحاجه الساقعه، مش الساقعه سوري، المسكرات، مسكرات صريحه السكر، سواء على هيئه مشروبات زي او على هيئه فواكه على هيئه حلويات العاديه، يعني مثلا كنافه بسبوسه مش عارف قطايف الكلام ده، ده يتجنبه. وياكل نشويات مركبه اللي هي زي الرز زي المكرونه زي البطاطس زي الكلام ده. أيوة. ده ياكله انها بتاخد. نعم. وقت، ويا ريت يبقى معاها قليل من الدهن. هو طبيعي الناس بتطبخ في بلدنا بدهن كتير، ما فيش حاجه نشويات ناشف يعني، فهنا هنقلل او هنزود. طب يا دكتور ما الحلويات كلها سمنه بلدي يعني. كلام ذكي، هستحملك لك حق بصراحة. فهو يعمل كده. نمرة اتنين، معلش قبل ما اخلص، يا اصل دي شائعة، الحتة دي شائعة، يحاول ياخد كميات قليلة من الطعام في اوقات متقاربة، يعني بدل ما ياكل وجبتين يخليهم اربعة، بدل ما ياكل ثلاثة يخليهم خمسة،
بس كميات صغيره مش هتجيله الحاله دي. نمر اما يحب ياكل حاجه مسكره طب يعمل ايه؟ ياكلها بقى في وسط الاكل مع الاكل التاني. طيب اوكي ماشي. معانا محمود من المنيا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا دكتور. اهلا يا استاذ محمود، اتفضل. السلام عليكم، ازي حضرتك؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سؤال حضرتك ايه يا فندم؟ الدكتور محمود محمد معايا؟ ايوه يا فندم، معاك. اتفضل. ده بقى دكتور استاذنك بس، انا ابن بنتي لسه مولود بقى له بالظبط يومين بالظبط. نعم. تمام كده؟ تمام يا فندم. استاذنك هو دخل، احنا لما جينا نقيس له الصفرة والحاجة في الحضانة، قال له عنده سكر قليل. طيب. أمه عندها سكر؟ أمه عندها سكر؟ كانت بتتعالج مع دكتور، ماشي مع دكتور محمد والي. ما كانش عندها سكر فترة الحمل. حللت أثناء الحمل ما كانش فيه سكر؟ التحليل بتاعها ما كانش فيه سكر. كان بيطلع كام الصايم واللي بعد الأكل بساعة؟ لا يا دكتور، هي ما كانش عندها أصلاً سكر خالص. لا ما أعرفش، أنا أعرف أرقام. هي حضرتك وهي كانت حامل عملت تحليل للسكر ولا ما عملتش؟ عملت يا دكتور، ما كانش فيها تحليل سكر. سيادتك عملته في الشهر الكام؟ عملته في الشهر الثامن. الثامن؟ طيب والولد اتولد وزنه قد ايه؟ الولد بالظبط وزنه 4 كيلو 450. انت رايك انه تخين ولا رفيع؟ لا تخين طبعا. ما ده دلاله من دلالات الام عندها سكر. حضرتك لما ما انا هقول لك ليه، انا ليه بطول في الموضوع ده؟ لان هيكون علاجه سهل ان شاء الله. تمام. استاذنك بس يا دكتور، انا اشرح لك الحاله وبعدين حضرتك ترد. لا اصل انت هتشرحها لي بطريقه انا مش عايزها. طب قول كده وانا هكمل. يلا اتفضل. حضرتك لما جينا عملنا له تحليل سكر، طلبوا مننا تحاليل كانت اشعه ايكو. ايكو على القلب. على القلب، فهو في مشكله في القلب. مشكله ان هو عنده ثقبه في القلب وعنده شريان ما بيضخش الدم بكفايه. طيب. ومشكله كمان ثانيه ان هو عنده ضيق في التنفس. الولد ده بقى له يومين بالظبط يا دكتور. السكر بتاعه بيطلع كام؟ هو انا ما عرفتش تحديد بالظبط، بس الطاقم التمريض النهارده اتصل بيا قالوا لي احنا محتاجين له صورة دم كاملة. السكر قالوا لك سكر بينخفض، الكلمة دي موجودة ولا مش؟ النهاردة بالفعل يا دكتور ارتفع وانخفض. ما هم ارتفع ما ادوله جلوكوز عن طريق الوريد او عن طريق البق. تمام. ده عادي، أي انخفاض سكر يستتبعه ارتفاع سكر. تمام. طب اتفضل اقفل، انا هحاول لسيادتك الموضوع. طب احنا معانا حد تاني؟ قوي خد التاني. طيب كمان. الأستاذ أحمد البحيره، السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. اهلا وسهلا. ما شاء الله البحيره شغاله معانا كويس. ممكن اسال الدكتور سؤال؟ اتفضل يا استاذ مع حضرتك. كل سنه وحضرتك طيبين والله. وانت طيب يا اخي. طيب صحه وسلامه. الله يخليك. لو سمحت يا دكتور، انا عندي المدام عندها 40 سنه. هو ليه النهارده؟ استنى يا استاذ احمد. نعم. كل واحد بيتكلم بالنيابه عن واحد تاني، ايه الموضوع؟ اتفضل. ما هي اللي تكلمني يا ابو حميد المفروض. لا مش انا، حد تاني. مش انا والله. ما انا هي المدام اللي تتكلم تشرح لنفسها. اتفضل اتفضل، انا بهزر معاك. المدام عندي 40 سنه 85 كيلو، هي شبيهه بالسؤال اللي عدى اللي حضرتك قلت له، اللي هي بتاع تنميل الاطراف ده. هي برضه بس عندها وجع مع تنميل الاصابع الرجل والايدين، خصوصا لما بتقوم من النوم تنميل جامد كده، وموجود معاه برضه بقاله اسبوعين طول النهار يعني على طول، بس في وجع في العظام باستمرار عندها، ورقبتها من ورا بتمخى، وكل ما نحل التحليل فيه اللي هو بتاع الالتهابات سي بي ار ده او سي ار بي ده، الاقيه مرتفع دايما 80 90 لحد 100 دايما على طول، بيبقى مرتفع اللي هو التحليل بتاع الالتهابات اللي السي ار بي دي. الطبيعي عندك كام في المعمل اللي عندكم؟ يعني 5 15؟ حط التلفزيون يا مصنع. نعم نعم يا دكتور. الطبيعي السي ار بي عندكم كام في المعمل اللي انت بتعمل فيه؟ انا الصوت بيقطع يا دكتور، مش سامع حضرتك، بس هو دايما بيبقى مرتفع، بيبقى 50 و60. طيب. السؤال في الام في المفاصل ولا تنميله خد الام في الايدين بس؟
هو واضح ان الشبكه مش مظبوطه معايا. طيب الاولاني كان ايه بقى؟ محمود المنيا. ايوه الكنترول يساعدنا. اتصل بصديق طارت منا. طب انا هفتكره انا وانا قاعد اهو اللي هو ابنه إيه؟ ابنه لسه مولود. ايوه صح. ابنه لسه مولود. لا ده حفيده لسه مولود و4 كيلو 450 جرام حاجه زي كده. ايوه. وامه بقول له امه كان عندها سكر مش عارف طبعا, وبعدين طلع فيه مشاكل في القلب وصمام وفتحه والكلام ده, والكلام ده المفروض في القرن الواحد والعشرين ما يكونش موجود, لان احنا بنشخص الطفل داخل بطن امه قبلها في اول ما يحصل اي خلل ممكن من الاسبوع مثلا ال 15 او ال 12, فكون ان هو يتولد بهذا الشكل يبقى ما كانش فيه متابعه حمل مظبوطه. دي واحد. وبما ان ما فيش متابعه حمل مظبوطه يبقى زياده وزنه جزء لا يتجزا من عدم ان احنا اكتشفنا سكر صح عند والدته عند امه. والام هنا ممكن يبقى سكر مستتر, مش لازم يبقى سكر واو يعني يبقى عالي قوي, او سكر حمل. ما هو يعني ما هو سكر حمل في جميع الاحوال كأس يعني, بس درجته ايه؟ ولا انا بخاف اتكلم دلوقتي. درجته حضرتك بتزعق. درجته السكر يعني مثلا هو عاوز السكر يبقى 180 لكن احنا ممكن نعتبره فوق 120 ده سكر, لان الحمل لازم الصايم 100, وساعات في ناس تحبه 90 تمام على اساس الولد بياكل السكر. فكون ان هو بقى 100 110, في ناس يقول لك 110 عندها سكر. وفي مدارس تقول لك كده. فبالتالي هو طب انا ليه بقول الام ربما يكون عندها سكر حمل بس بدرجات بسيطه؟ لان انخفاض السكر لو بسكر الحمل مبروك هيختفي بعد 15 يوم. طب الحمد لله. بس على التمريض اللي قاعد جنبه يديله سكر كل ما يحس ان السكر انخفض. تمام. واخد بال حضرتك؟ بينما لو النوع التاني اللي هو بقى بيقول انخفاض ومش انخفاض نخاف من حاجات تانية بقى. يعني الكبد في مشكلة, الامتصاص في مشكلة, مش عارف ايه, ولا سيما ان في حاجة في القلب. فدايما لما بيكون في عيب خلقي ربما تتعدد, ولا اتمنى ان يكون كذلك ان شاء الله, تتعدد العيوب الخلقية لا قدر الله, او ما يكونش عنده هو اساسا زيادة افراز الانسولين داخلي, او الكبد ما بيطلعش جلوكوز, او انه عنده لاكتوز انتولرانس يعني اللاكتوز اللي هو بتاع لبن سكر اللبن ما بيشتغلش, بس هنا يبقى معاه اسهال. واخدين بالكم؟ فانا حللت لك الحاله كلها, واتمنى ان الام بس ويكون راح السكر من عندها كمان. هم هيسمعونا على اليوتيوب بقى وان شاء الله يطمنونا الحلقه الجايه. معانا ابتسام. سلام عليكم. سلام عليكم يا ابتسام. ممكن اكلم الدكتور محمد؟ اي فندم مع حضرتك, تفضلي. ايوه يا دكتور. اهلا بيك. نعم. بقول لحضرتك انا ايدي بتنمل بس الكلام ده بقاله سنتين. دي اول مره اتكلم. هو النهارده يوم التنميل العالمي. اتفضلي. ايد واحده ولا الايدين؟ لا هي ايد واحده اليمين. بتنام على اي جنب؟ لا عادي هي بتنمل على طول, حتى وانا في البيت طول البيت طول النهار. ذكيه انت, سنك كام سنه؟ طول النهار بتنمل. ما انا فاهم, انا بقول لك ذكيه عشان كده. انا فاهم انت بتقصدي ايه. سنك كام سنه؟ سنك كام سنه؟ انا 28. طالبه ولا بتشتغلي ايه؟ لا متزوجه. متزوجه. درستي ايه؟ انا العام في الاعداديه, طلع من ثالثه اعدادي. امال جبت العلم الحلو ده منين؟ التعليم الحقيقي كان زمان. المهم انا بهزر يعني. ما انا فاهم يا صغيره. ايوه. لا بس هي جابت ايه؟ انا بقول لها نايمه على ايه؟ لاني عاوز اقول بتنام على جنبها اليمين. هي وضحت ان هي ايوه فوضحت هي بقى يعني مش العصب مزنوق من نومه. صح. واخد بالك؟ حضرتك بتقول المعلومه الصعبه بطريقه سهله زي ما احنا قلنا في المقدمه. شكرا يا فندم. بارك الله فيك. فهي حضرتك دلوقتي دراعك اليمين خدلان ليل ونهار صح؟ او بينمل ليل ونهار. ايوه عملت رسم عصب. عظيم. وقالوا لي عايزه عمليه فانا خايفه اعملها. تسليك؟ قال لك التسليك هيبقى منين؟ هو هيفتح من الكف كده فوق الدراسه. لا هو دراعك كله ولا الكف بس؟ الكف بس. الكف. يبقى هنا مش الدراع, هنا يتقال الكف. واخد بالك؟ تشريحيا الكف. الكف البطن الكف ولا وشه وظهره؟
ايدي كلها بتنمر، انا مش عارفه حد. تقصدي يد حضرتك ظهرها ووشها وبطنها؟ هي لو كده تبقى من كده الصوابع كلها منمله. الصوابع يعني من قدامهم؟ من قدام ولا من ورا الصوابع؟ كلها. ايه؟ كلها. يعني من ورا كمان الصباع كله ملفوف؟ اه ده بتبقى بتوجعني بقى، يا اما من النوم بتبقى بتوجعني جامد. المفاصل ما فيهاش الم؟ مفاصل الصوابع بتبقى فيها الصبح وانا عايمه من النوم. طب سرعه الترسيب كام؟ هو قال لي درجه 3، مش عارفه والله. لا بس احنا عايزين. طب اتفضلي فيلو. طب هي تعمل برضه تحليل السكر حضرتك قلت عليه قبل؟ لا لا انا بس مش اصل يد واحده عاده ما بتبقاش موجوده في السكر، بس اقل من انها تكون معروفه يعني، اقل شيوعا. الشيوع هنا انا خايف يكون المفاصل هي اللي فيها الالم، وهي دخل الكلام في بعضه، وهو لو كان فعلا العصب مزنوق في المفصل هنا في المكان ده اللي هي عاوزه تسلكه ما يبقاش ظهر الايد فيها حاجه. هي يعني بصراحه ما كانتش قادره تحدد. اه لا مش لا قالت لي اليد كلها، ما احنا مش هناخد اصل ممكن نسلك ودي عمليه فيها خطوره وفيها فلوس وفيها الكلام ده، وبعد كده تلاقي الحكايه زي ما هي. ايوه. طب احنا نقول لها حاجه بسيطه ان شاء الله باذن الله، تحاول بقدر الامكان تخلي ايدها عاليه الى يعني فترات معينه، وتاخد فيتامين بي 12 حقن يوم بعد يوم لمده 15 يوم، وتاخد بروفين 400 ملي جرام حبايه بعد الغداء لمده اسبوع. الكلام ده ربما ما يرجعش تاني، حتى لو في اختناق في المنطقه بتاعه العصب هنا حتى الدواء ده هيخففه ان شاء الله، ممكن يفك لوحده. اه بامر الله ان شاء الله. تمام يا ابتسام، معانا بقى على اليوتيوب على طول عشان تعرفي العلاج ما الدكتور قالوا عليه ان شاء الله. اتفضل يا دكتور نكمل بقى موضوعنا. طيب احنا يبقى اذا الغيبوبه نقص السكر هي شائعه في مرضى السكر. أوكي. وسببها يا اما بياخد جرعات زياده سواء حبوب او سواء حقن، او ان هو بيكون ما اكلش وجبه كان المفروض ياكلها. والاكثر شيوعا بقى في انخفاض السكر ان يكون عمل مجهود ما كانش متوقع. يعني الراجل بيروح بيته الساعه 4 بيتغدى، جاله مشوار قبل ما يروح فهو اتاخر في الاكل، هنا يجي له نقص السكر. طب هل نقص السكر دي كل الناس بتشعر بيه؟ في نوعين منه. في نوع منه بتشعر بنقص السكر، وفي نوع لا يشعر بنقص السكر. وكلاهما مر. يعني بل بالعكس اللي بيشعر بيه افضل من اللي ما بيشعرش بيه. عشان هيسعف نفسه على طول. طب ما هو نقص السكر في حد ذاته مشكله. ولكن المشكله الاكثر ان هو بيطلع هرمونات عدائيه بالنسبه للقلب وبالنسبه للجهاز العصبي. فلو هو رجل سنه مثلا يتجاوز ال 40 سنه او عنده مشكله في القلب، قضيق في الشرايين او ما الى ذلك، او جلطه قديمه او كده، يبقى في خطوره شديده جدا من انخفاضات السكر دي، لانها هتطلع هرمون اسمه الادرينالين، وهذا الهرمون هرمون قاتل بالنسبه للقلب. وعشان كده الناس بتموت من الضغط العصبي بسبب الادرينالين ده. الادرينالين ده فعلا لو نشوف تاثيره على القلب، حتى كانوا يقولوا العرب زمان او في اللغه العربيه واعتصر قلبه من الالم او من الحزن، ولا الحزن اعتصر قلبه، يعني اعتصر زي لان الادرينالين بيطلع لا قلبه ده مفعول به. اه فبيعمل كده، القلب بيعمل كده، ده الادرينالين بيعمل فعلا كده. فعلا بيعصره. فبيعصر. تخيلي واحد قلبه اتعصر، ايه اللي هيحصل له؟ لو هو صغير وكويس والدنيا تمشي يعني، لو هو بقى عنده نص ونص يحصل رفرفه اذينيه وتؤدي الى الوفاه الوقتيه. ما هو كل الناس اللي بتموتوا فجر مش الجلطه اللي هتموته، يكون قلبهم معصور اتعصر. معصور بالعشاء بيناموا على حاجه مزعلاهم. بالظبط كده. ولذلك بندي حاجه اسمها بيتا بلوكر قبل النوم. طب احنا عايزين نقول لو في غيبوبه سكر ايه التصرف السريع؟ اولا هو لو هو يعني سواء كده او كده هو المفروض هيحس بنرفزه وتوتر، وممكن دوخه خفيفه، وممكن ايديه ترتعش، او يلاقي في زي ما قلنا الحلقه اللي فاتت بروده، برد يعني عرق بارد عاده بيبقى في الجبهه، فهنا ياكل سكر. طب سكر ايه؟ لازم جلوكوز؟ طب افرض دخل في غيبوبه مثلا، يجيبوا سكر بودره من اللي في البيت اللي هو كده ويملوا له بقه
هو بقه ساعتها تحت لسانه حوالين لسانه السكر ده هيتهضم وفي ثواني يفوق ان شاء الله خلال دقيقه او دقيقتين. ده بقى اللي حواليه سيفوق اكتر يعني. هو يبقى معاه لو هو بيعرف انه بيجي له بيتوقع يبقى معاه حاجات مسكره. يعني بيبقى كده حتى بيدوها للحجاج احيانا. أيوة. اللي هي قوالب السكر الصغيره دي اما يحس بدوخه. طيب اوكي معانا مين معانا؟ السلام عليكم. مدام نجاح من الجيزه. السلام عليكم. مدام نجاح السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. لو سمعتك الدكتور محمد. اي فاطمه اتفضلي. سؤال حضرتك ايه؟ اتفضلي. لو سمعت انا معدتي وجعاني بقى لها مده. ايوه يعني مده كبيره كده حتى جعانه ولو جعت تحس العصاره المعده او كده وعندي ارتجاع في المريء على طول. طيب فعملت منظار كذا مره برضك في مره يقولوا لي يعني انا بقى لي اكتر من 20 سنه باخد امبرازول فاليدين كده. بتاخدي اسمه ايه؟ جاستورازول ولا بتاخدي ايه؟ ايوه امبرازول 20. ماشي امبرازول. ايوه 20. والدكتور دلوقتي بعت لي عطاني من قيمه اسبوعين كده رحت برضك اتعبت شويه ورحت الدكتور عطالي امبراطول 40 جرام. ابن عمه ماشي. فبس الوجع المعده يعني بالبرشام ساعات ما بيأثرش على فيا خالص كده. ومفيش قرحه في المعده خالص. لا والله يعني انا بقولها يا دكتور بقالي اكتر من 20 سنه باخد في البرشام ده فمن المنظار الاخير قال من كتر البرشام بيعمل لي زي في العصاره كده بتوجعني يعني لو جحت قوي احس. وزنك كم كيلو؟ وزنك كم كيلو سيادتك؟ 85 90 كده. وسن حضرتك؟ 65. طيب الف سلام على حضرتك. الله يسلمك. شكرا يا مدام نجاح. طبعا ده يعني موضوع مزمن في المعده احنا هنجرب معاها حاجه كده ان شاء الله يمكن ربنا يكرمنا معاها. هي هتاخد كورس كده لمده 3 اسابيع كلاسيد 250 ملي جرام حبايه الصبح حبايه بالليل 3 اسابيع. طيب. وفلاجيل 250 ملي جرام برضو خليها واحده برضو 3 مرات في اليوم. وهتاخد الاوميبرازول اللي هي بتاخده بدل يبقى 20 يبقى 40 تخليه واحده الصبح وواحده بالليل ده 3 اسابيع. تمام. بعد كده تبدا تاخد الاوميبرازول ده حبايه بالليل بس لمده 2 شهر. بعد دوتش عن كده بعد كده تبقى تاخده يعني وقت اللزوم. احنا بقى هتشوف هي الاكل لازم الاكل نسيت اقول تاخد كمان بريمبران 10 مللي جرام حبايه قبل الغداء وحبايه قبل العشاء ما تزودش ده ممكن على طول بريمبران ده ممكن على طول لو ريحها ما فيهوش خطوره تستمر عليه تستمر عليه تمام اوكي لكن اللي قلنا زي ما قلنا تعيدها بقى من على اليوتيوب عشان مش هنقدر نعيد كل العلاج على اليوتيوب ان شاء الله في الحلقه ان شاء الله وللاسف وقتنا بينتهي بسرعه مع حضرتك العفو فندم شكرا لكل اللي تابعونا وان شاء الله نلتقي معكم الحلقه القادمه في نفس الموعد السلام عليكم ورحمه الله شكرا يا دكتور العفو فندم